بالنسبة للحجر الصحي هو صراحة ما بقى قد اللي فات، تقريبا دابا راه شي شهرين هذه تقريبا ولا اكثر، ولينا تنسمعوا. المهم غير اليوم بدات كتروج، اليوم والبارح بدات كتروج شي اخبار بانه راه غيكون تمديد في الفترة ديال الحجر الصحي، ولكن ما عرفناش زعما مازال ما متاكدينش من الصحة ديال الخبر. كاين اللي باغي كاين اللي ما باغيش. انا في رايي الشخصي ديالي صراحه اش غنقول لك، هو ما زعينا صراحه عينا من الحجر الصحي، ولكن الا كانت في الصالح ديال البلاد وكانت في الصالح يعني الا كانت في الصالح يعني صحيا هي راه ماشي مشكل، فهمتيني؟ ماشي مشكل، واخا الناس تقهرات، الناس كاين اللي ما لقات حتى باش ياكل، يعني صافي الناس راه وصلت فيهم العظم، ولكن يعني تفاديا الكارثه الله يحفظ السلامه لا قدر الله، راه من الاحسن اللهم نصبروا مازال واحد السيمانه ولا جوج السيمانات ولا يوقع شي حاجه اللي لا تحمد عقباها. وكنتمنوا هو من عند الله، يعني النظر المؤشرات يعني ديال الارقام ديال يعني ديال التعافي اللي ولينا تنشوفوا كل يوم، راه ما يوصل نهار 10 ان شاء الله تنكونوا تقريبا قضينا على الفيروس نسبيا. ولكن هذه الاخبار اللي ولات كتروج دابا ما عرفناش السبب، واش زعما حيت لقاو بانه كاين بؤر اكثر يعني غيتزادوا الحالات اكثر، او لا كاين شي اسباب اخرى الله اعلم. ولكن بالنسبه لي انايا الى حيت الدوله والحكومه والمسؤولين هما تيعرفوا مصلحتنا اكثر منا حنايا، هما تيشوفوا شي حوايج اللي ما تنشوفوش حنايا. دونك الى قرروا هما انه تزاد سميتو ماشي مشكل، بالنسبه لي ماشي مشكل، واخا شي واحد ما غاديش يتقبلوا، ولكن تفاديا لا قدر الله، ولكن تنفضل الزمن. ولكن المهم ان شاء الله يكون خير، واخا ما كنتمناهاش يكون خير ان شاء الله. بالنسبه للتمديد ما عندناش مشكل حنا يزيدوا ولا ما يزيدوا، داك الشيء تيبقى بنادم يشوفوها سميتو، يشوفوها الناس اللي محتاجه واللي خاصه ديك الطبقه الهشه. وبالنسبه لدوك الطبقه الهشه عاوتاني، بالنسبه ماشي الطبقه الهشه تنقول للناس اللي زعما في اي معني فيها بلا شي حاجه، يعني بنادم بحالي وبحال الاخر بحال الاخر، بنادم يمشي يقلب ماشي يريح في دارو ويتسنى باش تعطيه الدوله ولا يديروا معاه شي تعاون معاه شي، فهمتي؟ وداك الشيء تيبقى بحال التمديد ما عندناش مشكل حنا يزيدوا، ولا اللي دارت الدوله حنا معاه، حنا ما عندناش مشكل. كاينين الدراري ولا الحومه تيتعاونوا، فهمتي؟ المهم حنا تديروا بحال التعقيم اللي تصبغ الدراري داك ديال كاملين تصبغ تيصبغوا الحومات ديالهم، كل حومه تتصبغ، فهمتي؟ داك الشيء مبادره بيناتهم، داك الشيء الدراري وجه التمديد ما غادي يزيدوا في التمديد. حنا معاهم في الاجراءات، زادوا في التمديد راه تبارك الله فيهم، ما زادوش مع الناس غير يصبروا ويصبروا مع السلطات الامنيه وسميتو، حيت هذا الوباء هذا اللي جا مؤخرا راه فزع العالم كامل باسره، ماشي هذه الدوله هذه المغربيه. ولا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.